أما إياك نعبد فتقديم إياك على العبادة للاختصاص، كما تقول إياك أعني، يعني أنا لا أعني إلا أنت. قال قائل للرجل: أو حليم سبه رجل، لم يلتفت الحليم إلى السب والشتم، والثاني يكثر من الشتائم والحليم مستمر في الإعراض. فالسباب قال: إياك أعني، يعني أنا أعنيك أنت بالذات. قال: وعنك أعرض. فإياك للاختصاص، لإفادة الاختصاص. إياك نعبد معناها لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين لا نستعين إلا بك.